عيد النوروز أطل من جديد، وتم إيقاد الشعلة كالعادة في جميع مدن إقليم كردستان، فهي مناسبة ترمز للانتصار على الظلم وتجدد الحياة، وهي المناسبة التي تنتظرها العوائل للخروج إلى أحضان الطبيعة وتهيئة ما لذ وطاب من الأكلات التقليدية الشهية كالمشويات والبرياني والدولمة، مع جلسات سمر ولهو وأحاديث لا تنتهي إلا مع انتهاء اليوم. والله هي نوروز، نوروز المحبة والخير والعطاء. كردستان هي شملت كل معاني الفرح، كل معاني الخير، كل معاني العطاء، كل معاني الحظ. هي حضنة النازحين، حضنة العرب. عيد نوروز يجمع الناس، يجمعنا على المحبة، يجمعنا على التعاون، يجمعنا على المسامحة، نحكي ذكرياتنا، نحكي ماضينا. وإحنا الآن الحمد لله والشكر العراق كله إن شاء الله يعم عليه السلام والمحبة. الفرح ينشر جناحه في كل مكان، فالكرد ولا سيما النسوة والفتيات يستثمرن المناسبة للاهتمام بأزيائهن التقليدية الزاهية الألوان، وكأنهن جزء لا يتجزأ من جمال الطبيعة، وسط مظاهر احتفالية على أعالي الجبال تقيمها الفرق الموسيقية وراقصون شباب. إن شاء الله كل أيامنا أعياد، وسوف نقضي على داعش، وبالنصر الأكيد لقواتنا البيشمركة مع الجيش العراقي. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مناسبة عيد نوروز دفع بأعداد كبيرة من السياح من الوسط والجنوب للقدوم إلى كردستان لقضاء أوقات جميلة بين أحضان الطبيعة وسحر الأجواء، ولم تخلو قائمة السياح من مواطنين عرب من دول مجاورة. هو عيد نوروز يوم مميز لكل الأكراد، إن شاء الله يكون مطر ثلج، الكل رح يعيد على بعض وينبسط، هنا بيطلعوا مشان الحرية. قبل كان أحلى وهسه هم أحلى، بس بسبب الأوضاع شوية ناس هواية ما تطلعوا. كعادته عيد نوروز يجمع الكرد والعرب والقوميات الأخرى بين أحضان طبيعة الكردستانية الخلابة. من أربيل، يوسف المندلاوي، الحرة.